مساء تتزين به شاشه الشرقيه من كلباء برائحه التراث الثري، مساء تفوح منه رائحه البخور تنقلنا الى عقود فريده من التراث والاصاله الاماراتيه. بحر زاخر لو امضينا الاعوام في طياته فلن يسعنا اعطاءه حقه، فنحن متمسكين بقارب النجاه نجدف نحو العمق وسنصل لبر وشطآن اخت الاجداد. والتراث لتبقى الصوره الانقى والحكايه الاوضح. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم برنامج حديث المساء والع والان بنتعرف على اهم العناوين. ايام الشارقه التراثيه تخط رحالها في مدينه كلباء. احدى المعالم التراثيه والتاريخيه في مدينه كلباء الجالبوت احدى انواع السفن قديما بالإضافة إلى الكثير من الفقرات والتقارير والإضافة إلى آخر الأخبار المتعلقة بإمارتنا الجميلة الإمارة الباسمة إمارة الشارقة هذه طبعا بالإضافة أيضا إلى الجولات السياحية والتراثية في أروقة إمارة الشارقة وبالتحديد في القرية التراثية إذا مشاهدين مشاهدين دائما ما نستهل حلقتنا بآخر الأخبار المتعلقة بإمارة الشارقة والمدن التابعة لها سواء كانت من مبادرات من أنشطة من فعاليات بنتعرف عليها إن شاء الله من خلال حلقه اليوم واول خبر مجلس دبل حصن يرصد احتياجات اهالي المدينه ويناقش فعالياته. بحث مجلس مدينه دبل حصن برئاسه سعاده سليمان بن جمعوه ليحيائي رئيس المجلس وحضور اعضاء المجلس عددا من الموضوعات حول احتياجات اهالي مدينه دبل حصن ومناقشه مختلف البرامج والفعاليات التي يمكن تنفيذها لتحقيق رؤيه دائره شؤون الضواحي والقرى من خلال مجالسها. وذلك في اطار تعزيز التقارب الاسري وايضا تنظيم فعالياته المجتمعيه والتعاون المثمر مع الجهات والمؤسسات الحكوميه العامله في مدينه دبل حصن من منطلق دور المجلس كحلقه وصل بين المجتمع والحكومه إذا كل التوفيق لاهالي او لمجلس دبا الحصن، هذا المجلس اللي يكون حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية إلى جانب أهالي مدينة دبا الحصن، بحيث أنه يطلع على احتياجاتهم وأيضا يناقش هذه الاحتياجات ويقوم بتوفيرها مثل ما ذكرت أنه بالفعل هي حلقة وصل إلى جانب أن كونهم أيضا يشاركون في العمليات المجتمعية والاجتماعات وأيضا الروابط الاجتماعية يعني مبادراتهم كثيرة وتكون دائما الهدف منها لتوفير الأمن والأمان لأهالي مدينة دبل حصن، وانتقالا للخبر الثاني التربوي للغة العربية يدشن أحدث إصداراته العلمية. أصدر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشرقة إصدارا جديدا بعنوان الاحتياجات التعليمية المرتبطة بالمواطنة وبالتنمية المستدامة في مناهج اللغة العربية، والتي تأتي في سياق الاهتمام بالمواطنة وبالتنمية المستدامة. وايضا تعميق مفهومها واهميتها في التعليم وتم طباعه الاصدار بعد اعتماد معالي وزراء التربيه والتعليم اعضاء المؤتمر العام لمكتب التربيه العربي لدول الخليج وذلك تحقيقا لهدف المركز في تطوير تعليم اللغه العربيه وتعلمها على اسس تربويه وعلميه ومهنيه متميزه ويتطرق الاصدار الى الوقوف على متطلبات تطوير المناهج الدراسيه في ضوء تلك الاتجاهات كما يهدف الى رصد واقع الاحتياجات التعليميه المرتبطه بالمواطنه والتنميه المستدامه وايضا ممارساتها في مراحل التعليم العام بدول الخليج العربي إذا مشاهدينا إمارة الشارقة عاصمة الثقافة العربية العالمية يعني دائما مبادراتها مستمرة وكلها تصب في خدمة اللغة العربية وتأسيس وتطوير اللغة العربية سواء كانت في مناهجها، سواء كانت في المجمعات الموجودة في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها إلى جانب المراكز المتخصصة والخبراء والمختصين في جانب اللغة العربية إلى جانب مراكز الدراسات والبحوث العلمية اللي تتطرق دائما واللي تدعم اللغة العربية العربية لجميع الفئات العمرية سواء كانوا الأطفال إلى جانب أيضا الشباب والشابات والطلاب والطالبات يعني في إمارة الشارقة منذ الصغر الصغير يلقى أيضا اهتماما كبير يعني عندنا التعليم أو المبادرة التعليم اللغة العربية من خلال اللوحات الذكية إذا مشاهدينا انطلاقا إلى الخبر الآتي البرلمان العربي للطفل يحتفي بذكرى تأسيسه بعد عامين مكللين بالنجاح بعد انقضاء عامان على تأسيسه (في السابع من شهر أبريل لعام 2019) يواصل البرلمان العربي للطفل تحت مظلة جامعة الدول العربية وبدعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة في مسيرة تنمية الطفولة العربية احتفل البرلمان العربي للطفل بذكرى تأسيسه عبر إضاءة مبناه بتشكيلات ضوئية تعبر عن هذا التأسيس بجانب إطلاق مواد مرئية تبرز النجاحات التي رافقت تأسيس البرلمان والتي بنتعرف عليها من خلال خلال هذا المقطع العربي للطفل برعاية والدنا حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة يسير بخطى ثابتة نحو المشاركة والتمكين تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة نجح البرلمان العربي للطفل نجاح كبير لأنه أتاح الفرصة لأعضائه ليستكشفوا وبأنفسهم وعلى أرض الواقع ما يجمع بينهم كأطفال عرب وأيضاً لأنه أتاح للأطفال وضمن لهم أن يناقشوا قضاياهم بكل حرية وديمقراطية. أملاً في تعزيز ما هو إيجابي وما يلبي طموحات الوطن العربي في مستقبل واعد يتراءى من أطفالنا العرب انطلقت خطوات من التاسيس منذ السابع من شهر ابريل من عام 2019 بجلسات ومسيره ناجحه. وخطوات تسابقت الواقع بانجازات ملموسه ارساها البرلمان العربي للطفل. في تاسيسه ونجاح اعماله ليكون المستقبل الواعد من الشارقه الى الوطن العربي الكبير كل التوفيق للبرلمان العربي وكل التوفيق لاعضائه والمنتسبين ايضا لهذا البرلمان بالفعل مظله متكامله تدعم جميع الاطفال من شتى دول الدول العربيه تحت هذه المظله بحيث انهم يبدون ارائهم مقترحاتهم وايضا هذه المقترحات تكون في عين الاعتبار وتوصل الى المسؤولين وهناك الكثير من المقترحات في الحقيقه طبقت على ارض الواقع، وانتقالا الى الخبر التالي 85 شركه عالميه واربعه جامعات تشارك بمؤتمر الصيدله والطب الخامس. كشف الدكتور عبد الله الكندي رئيس اللجنه المنظمه للمؤتمر الدولي الخامس للصيدله والطب عن مشاركه اكثر من 85 شركه طبيه من مختلف دول العالم واربع مؤسسات اكاديميه وتفاصيل اكثر في المقطع التالي. طبعا المؤتمر الاي سي بي ام السنه تناول موضوعات مختلفه واهم شيء في هذه الموضوعات موضوع الجينات في مؤتمرنا هذا ركزنا على الصناعه الدوائيه صناعه المستلزمات الطبيه في دوله الامارات استضفنا عدد كبير من الدول وعدنا طبعا في اكثر من 85 شركه مشاركه في المؤتمر عربيه، عالميه، محليه. طبعا الشركات هذه مركزه على التعقيم الفلاتر الخاصه بموضوع الكورونا. واضعه حلول كبيره منها الفلتره في المناطق المغلقه، الفلتره في المناطق الكبيره المفتوحه. طبعا اكثر من ثلاث شركات اماراتيه داخله في هذا الموضوع. بالنسبه للمعقمات شركات اماراتيه عارضه معقمات مش كيميائيه منتجات طبيعيه طبعا في شركه فنلنديه اضافت لنا منتج جديد بالسلفر اللي هو بالفضه وهذا بيعطي مده تعقيم اطول عندنا طبعا الجامعات لها نصيب كبير في المعرض عندنا اربع جامعات جامعه الشارجه وجامعه عيمان وجامعه كوكا وجامعه الفجيره عملنا لهم مثل المسابقات بين الجامعات، اهداف مؤتمر الاي سي بي هو تطوير الذات، تطوير الابتكارات الموجوده ولهالسبب احنا جبنا المشاريع الطلابيه وعرضناها في مجمع العلوم والتكنولوجيا على اساس تحصل فن، تحصل دعم. وان شاء الله في اقرب وقت بتشوفون مجموعه من هالمشاريع طلعت في النور الاي سي بي مطور الكوادر الطبيه احنا السنه عملنا اكثر من خمسين شب يعني بيقدرون يتدربون في اكثر من شركه نبى نسقل الطالب ونبى ندخل سوق العمل مرحله مبكره إذن مشاهدينا كانت هذه جولة سريعة للاخبار المحلية المتعلقة بامارتنا الجميلة امارة الشارقة اضافة الى باقي امارات الدولة حفظها الله من كل شر وسوء. دائما مشاهدينا بعد يعني الاخبار نتطرق الى موضوع الحلقة اللي هي ايام الشارقة التراثية كحاط رحالها في مدينة كلباء. تحظى ايام الشارقة التراثية بدعم كبير ومستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. عضو المجلس الاعلى حاكم الشرقه منذ النسخه الاولى حيث تعتبر تظاهره ثقافيه مهمه ومميزه زاخره بالفعاليات والبرامج والانشطه التراثيه المليئه بالنشاط والحيويه والمعرفه وتعتبر قيمه حضاريه وثقافيه ومعنويه تقدمها اماره الشارقه الى دوله الامارات والعالم العربي فقد اثبتت ايام الشارقه التراثيه طوال مسيرتها انها محفل ثقافي مهم للتراث الشعبي والموروث الحضاري وأيضاً نموذج يحتذى في تنظيم المهرجانات الثقافية الشعبية الكبرى. بلهفة وفرح ينتظر أهالي وسكان وزوار مدينة كلباء انطلاقة أيام الشارقة التراثية يوم غد الجمعة الموافق السادس من أبريل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا ليعيشوا على مدار ثلاثة أيام حتى الحادي عشر من أبريل الجاري في منطقة الباء أجواء التراث وفعالياته وبرامجه التي تنقلهم إلى الزمن الجميل الحافل بعناصر ومكونات التراث وحرفه وطقوسه وأيضا فنونه الشعبية وطربيات تلك الأيام. ثلاثة أيام مشاهدينا نعيشها معاً في ظل تشكيلة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات، حيث تضم معارض وأجنحة جديدة من أبرزها افتتاح عدد من المتاحف لعرض المقتنيات الشخصية لجامعي التراث في منطقة كلباء، وجناح خاص للأسر المنتجة والحرفيين، وعروض فنية وشعبية، ومعارض لبيئات متعددة تعكس واقع العيش والمهن في المنطقة قديماً. وفي ساحة كلباء، أو في ساحة الأيام مشاهدينا بكلباء، هنالك أيضاً في قسم للفعاليات الأكاديمية، حيث تتم استضافة كتاب ومختصين وباحثين ومؤرخين ومثقفين للحديث في مختلف الموضوعات المتعلقة بعالم التراث والثقافة. وكذلك بيكون كما هو الحال دوماً حصة وافية للأطفال بهدف إحياء, إحياء ذاكرة الألعاب الشعبية، وإغناء أيضاً الزوار الصغار بمعارف وتجارب جديدة انسجاماً مع رؤية المعهد في حماية التراث وصونه ونقله للأجيال القادمة إذا مشاهدين الكل متلهف والكل يرتقب يترقب هذه الأيام أيام الشرقة التراثية هذا العرس التراثي في مدينة كلبا واللي إن شاء الله سيحظى بدعم كبير من قبل صاحب السمو حاكم الشرقة وهناك أيضا بيكون في بث حي ومباشر من قناة الشرقية من كلبا لتغطية هذا المهرجان أو هذه الأيام بحيث أننا نحن سنتجول في أرجائه وفقراته وفعالياته وأروقت وأنشطة هذا المهرجان وبنغطي لكم إن شاء الله جميع الفقرات وإن شاء الله اللي قدرنا لتغطية كل الفقرات وأيضا المعالم الموجودة في هذا المهرجان وهذه أيضا دعوة منا لكل من شاهدنا اليوم إن شاء الله غدا في الساعة الرابعة والنصف عصرا سيكون الافتتاح في هذه القرية وإن شاء الله سيكون هناك في بث حي مباشر من برنامج حديث المساء عند الساعة الحادية أو التاسعة إلى الساعة العاشرة إذا مشاهدين الكرام كما عودناكم كل يوم خميس بيكون عندنا فقرة تحدي بين الزميل وديع محمد وأيضًا الزميلة عايشة طنيجي لبرزون لنا أهم المعالم التراثية والتاريخية في المنطقة الشرقية واليوم بيكون الدور على الزميلة عايشة طنيجي فخلونا نشوف وين بتأخذنا في الفقرة التالية. الساحل الشرقي مدينة كلباء وبالتحديد نقف اليوم عند حصن خور كلباء لنستعرض معكم مشاهدين الكرام أهمية هذا الحصن التاريخية والتراثية ويسرني في هذه الأثناء أن أستضيف الدكتور سعيد مبارك الحداد وهو مدير معهد الشارقة للتراث فرع كلباء حياك الله معنا أهلا وسهلا بكم وأهلا في الشرقية في هذا المكان شرفتونا الحقيقة الله يخليك دكتور في البداية لو تحدثني عن عمر هذا الحصن استاذ طبعا نحن ندوم نقف أمام معلم تاريخي وتراثي يعني في الحقيقة هذه الدقائق التي سنقف من خلالها وسنتحدث لا تفي بما لهذا الحصن من تاريخ من تراث طبعا هذا معلم تاريخي حضاري يمتد عمر الحصن إلى بين المئتين وخمسين إلى ثلاثمائة سنة يعني نستطيع ان نقول ان في 1745 تقريبا هذا الحصن. زين دكتور تخبرنا عن القرية اللي كانت موجودة، هل هي كانت موجودة قبل الحصن أو بعده؟ شوفي طبعا إن القرية هذه تعود إلى الثلاث الأربعمية إلى ال الأربعمية 300 إلى الأربعمية 480 سنة تقريبا، هي قبل الحصن. قبل الحصن. لو رجعنا إلى القرية نلاقي القرية لذلك ان وجدنا القريه لما بدا الترميم في الحصن طبعا كالعاده لابد من الوصول وبالذات الى الاساسات في جدار آه. الحصن لان هي ماخذه عمق اكثر فاثناء الحفائر تبين لهم ان هناك وجود بيوت وتبين بعد الاكتشاف الادله وبعد والشواهد الموجوده الشواهد الدلع. الموجوده والأدلة موجوده وهذه القريه ايضا قريه اسلاميه اسلاميه يعني, يعني نعم. مش مو قبل الميلاد لا اسلاميه بذلك بوجود القرائن وبوجود الشواهد والادله التي تدل على ذلك. ولو تذكر لنا دكتور شو الادله اللي ثبتت على ان هذا التصميم اسلامي؟ بالنسبه للشواهد التي تدل على ان هذه القريه اسلاميه، نعم. هناك مجموعه من الشواهد، لكن هذه الشواهد لا يمكن ان نوصل المشاهد لها الا اثناء زيارته خلونا نقول الى المكان. على المكان ليش؟ لان لما نقول ان هذه البيوت فتحات الابواب او دوما مداخل ما الحجر الغرف نلاقيها جايه من الشرق يعني انت لازم تدخل الشرق باتجاه القبل. القبله, نعم. كذلك عندنا اللي هي الاسره الاسره ايضا الاسره من الشرق الى الغرب وايضا الجلسات جايه من الغرب في الاتجاه كذا نعم زين هذه كلها دلائل كثيرة يعني كذلك المادة على الطابع الإسلامي الطابع الإسلامي المادة أيضا التي بنيت منها اللي هي الطين 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 اللبني يسمونه فهذه أيضا في هذه الفترات كانت مستخدمة إلى حقب زمنية فيما بعد ثم انقطعت أيضا نلاقي أيضا حتى حجر الشام موجود لكن يعني طبعا هذا بالتأكيد لأنه تعطينا أن القرية مش تاريخها ما قبل الميلاد وإنما بعد, بعد الميلاد بعد الميلاد في ايضا في الحقبه تحديدا في الحقبات الاسلاميه نعم التي شهدتها المنطقه دكتور لا تخبرني عن مراحل ترميم هذا الحصن مراحل ترميم هذا الحصن ايضا الحصن مر تقريبا قبل هذه المرحله الاخيره التي امر بها مقام حضره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي والتي اصبح اليوم هذا الحصن ترونه كما ترونه كامل بكل معالمه بثلاث تبراجة بالمربع بالمجلس داخل بغيره من الجوانب المدخل, المدخل هذا طبعا لا ولا سبق ذا مثل ما اشرت الى انه هناك ترميمين بعد الترميم قبل الترميم هذا لكن فيما بعد سقط الحصن كامل لما هم فجاء جاء الدور مره ثانيه يعني ترمي. نعم وامر صاحب السمو ببناءه وترميمه كما قلت كما انتم اليوم ترونه وتشاهدون نشكر الدكتور سعيد على هذه المعلومات القيمة عن حصن خور كلباء. شكرا لكم وأنا أشكركم وأتمنى التوفيق لكم وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة وبرامج قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله إذا مشاهدينا الكرام يعد حصن خور كلباء أحد أهم الشواهد التاريخية في مدينة كلباء كل الشكر للزميلة عاشق طنيجي على هذه الجوله التراثيه المميزه في الحقيقه والشكر ايضا موصول للدكتور سعيد الحداد اللي دائما يدعمنا بالمعلومات التراثيه ودائما متعاون في الحقيقه في مختلف البرامج والفقرات التي تقدم من قناه الشرقيه من كلبه. اذا مشاهدينا ما زلنا في اجواء التراث وما زالت اماره الشرقه تحتفي بالعرس التراثي واليوم زميلنا حمدان المازمي متواجد في ساحه التراث من قلب الشرقه اللي بينقل لنا الاجواء التراثيه هنالك في اماره الشرقه. مساك الله بالخير حمدان ولك الكلمة نمسي عليك زميلتي عائشة الأنصاري بكل خير وكذلك نمسي على جميع مشاهدينا مشاهدين قناة الشرقية وبالتحديد في هذا البرنامج برنامجكم حديث المساء طبعا أنا يسعدني تواجدي هنا في قلب المدينة في إمارة الشارقة وبالتحديد لتغطية بعض الحرف هنا ولنقل هذه الأجواء في من من الحرف اللي عندنا هنا الحرف التاريخيه عندنا حرف كثيره واليوم راح ننقل لكم وراح اتعرف انا وياكم على واحده من هذه الحرف وبنبدا مع حرفه السفافه مع الوالده عائشه ارشود السلام عليكم امي السلام اخي مرحبا وسهلا كيف حالك ان شاء الله بخير الحمد لله خير بخير الحمد لله ما شاء الله امي انا في البدايه سعيد جدا اني اشوف مثل هذه الحرف ما زالت الى اليوم يعني يمارسونها واتمنى ان شاء الله تعالى في المستقبل حتى اجيالنا وهذا الجيل والاجيال القادمه يتعلمون وما تندثر ان شاء الله. كلهم اخوي كل البنين المدارس الشيات كلهم من لو يصير معنا مدارس تصير معنا مراكز تصير معنا شيء كلهم ما نعلم روحنا بس وهني نوحين انا سفيفه من الله خلاقني يعني من اول يعني اسف السفيفه اسف القفير اسف السرود اصف اللبون اصف الشنطه اصف القفير الصغير اصف اللب الصغير اللب الكبيره الشمطات المسبح هذا كل شيء يعني اصف السفره السفر السمه الإعلام كل روحي الام الامارات مال خاص ويته وخداتي وحده من ربعتي الام الامارات ما هذا قدامته ما الام الامارات كبير مزينين بعلم الامارات وتزينين نفس الشيء هذا لونه <applause> <applause> الى <applause> خليني انا اخبر المشاهدين اللي ما يعرف هاي الوالده عايشه طبعا تشارك من 18 سنه من الدوره الاولى لحد اليوم مستمره الله يطول في عمرها ويبارك في صحتها وراح اخبركم معلومه مشاهدينا الكرام تعرفون ان الوالده شاركت في صنع السرود وهذا السرود دخل في موسوعه غينيس من أكبر, اكبر اكبر سرود هذا في العالم في العالم مو بس في دبي في العالم ودخل موسوعه جنس خبرينا عن هذه التجربه كيف انتم صنعتوا السرود وشو الصعوبات اللي انتم واجهتوها هذه وحده من رابعنا سويت 100 100 هذا 100 وشي واصل 100 ادريكا ها سويت وحده من رابعنا ثم خد اكون ورجعت من اغلب خطنا انا راحوم يمنا حياه المرحوم يمنا يمن خلصناه تسعة شهر ثمانية شهر ليه خلصنا بالخيوطة ثمان شهور وانتم تشتغلون عليه الخيوطة ثمانية شهور وخدنا وخلصنا وفزنا فيه درتنا نهدى داي القني مرضى دخلتوا في موسوعة جنس اكبر سرود في العالم يعني شيء مو بسيط وشيء مو بقليل جهود مكثفة جهود جبارة قايمين بها الامهات هذا يعني شيء يحتسب في رصيدكم ورصيد دولة الامارات في صنع هاي الحرف كل شيء نسوي يعني انا رغي كل شيء اسويه من الله خلقني من 30 سنه من 20 سنه اشترك بالشورقه من 20 سنه بالشورقه وما جميله وتالي ما امنه وتالي ما وفاء مركز يا فور واشترك معهم كل سنه اشترك بهذا المكان هذه الشغلة انا اعرف انها متعبه يالسين وتشتغلون في هذه الشغله هو شيء يعني متعب امي انت هو انت انا تشوفينا يعني في نفس الوقت متعب وفيهم متعه نفس الوقت تستمتعين لا انا اودي معي انا اودي معي ما متعب اسف حي الله شيء هو عليهن كل سراريد وشمطات وشيء ها كله بيته ما شاء الله الوالده انا وايد فرحان فيك وانا راح نتم ان شاء الله ونغطي بعض الامور شكرا سلاري كبار من كل شيء نسوي يعني الحمد لله الله يبارك في جهودكم ومشكورة امي يبارك الله فيك شكرا على وقتك طول امركم طول عمر شيخنا ويطول عمر الشيخ سلطان ان شاء الله حياك الله مشاهدينا الكرام اشياء يعني ما تتصورها قائمين في انجازات كبيره جدا لدرجة انهم دخلوا في موسوعة غينيس، اجواء هني حافلة بالطاقة التراثية، اجواء مليئة بالسعادة، مشاهدينا الكرام نحن راح نظل مستمرين معاكم في تغطياتنا، إلى ذلك الحين الكلمة تعود لك في الاستديو زميلتي عايشة الأنصاري. كل شكر لك الزميل حمدان المازمي على هذه الفقرة وعلى هذه الجولات في أروقة القرية التراثية بالفعل أجواء نابعة منها الأصالة والعراقة والماضي يعني أنا غطيت تقريبا أربعة أيام في أيام الشارقة التراثية جهود كبيرة تبذلها الأمهات في مختلف الحرف في مختلف المهن وسعد جدا في الحقيقة في تغطية هذه الأيام وفي التواصل مع الأمهات واللي ما ماضي ما لا حاضر ولا حتى مستقبل وإذا إذا مشاهدينا ما زلنا في أجواء أو أجواءنا التراثية لليوم والحب نتطرق لموضوع جدا جميل واللي هو البنيان قديما حيث اعتمدت دولة الإمارات في البنيان على الطبيعة ومصادرها نتكلم عن البنيان أول وتنقلاتها من القديم للحديث ويسعدنا أن نرحب بالوالد سرور عبيد الزعابي أبو علي مساك الله بالخير أهلا أستاذ كيف حالك حياك الله ويانا برنامج حديث المساء اليوم موضوعنا جدا جميل اللي هو البنيان قبل وركزت أن يكون موضوعنا لليوم أو موضوع حلقتنا لليوم لما له من أهمية بحيث أن أيضا بتزودنا بالعديد من المعلومات المختلفة يعني مثل ما نعرف أن البنيان قبل حتى كان في تنقلات يعني من العريش للمخازن لبعض الأمور بعدين دخلت دخل الطابوق عليها نتكلم شوي عن البنيان قبل أو البيوت قبل البيوت الأولية يعني بيوت أيام قبل بيوت في مخازن وفي عرشان وفي شرين المخازن كانت في ايام الشتاء ولا؟ المخزن حق الشتاء. ها من مدر صح كان؟ لا المخزن من مدر من نعم مدر هي. من مدر وهو طين مدر وحصى وشندل ودعون يحطون فوقه مم. يتكون من 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 الحصى، الحصى مو بحصى مال يبل، حصى ياشب من البحر. انزين حصى ياشب وطين اللي هو المدر يحرونه يحرقونه ويحطونه هذا بالنسبه للدار السطح فوق يحطون شندل يجيبون شندل يجيبونه من برا تجيب الانشات من من السواحل ومن من باسا من افريقيا هناك من يجيبونه هذا الشندل يحطونه فوق يحطون فوقه غضف وفوق الغضف دعن ولا احيانا بدون دعن ويحطون فوقه الطين اللي هو المدر هذا خلاص انزين هذا بالنسبه للمخزن وبالنسبه إيه؟ للعريش هذا ايام القيض يمكن او القيض العريش هذا حق القيض العريش حق القيض العريش, حق القيض العريش من النخل؟ لا كله من, من النخل كله من النخل هي. الرايله اليدع الحبل الدعن كله من من النخل ايام القيض طبعا يشرطون النخل يشرطونها يعقون الخوص اليابس، اليابس صار خوص يعقونه من النخله يولفونه تحت يولفونه هذا مثلا حق هاي خوصه حق دعن ابو سته هاي خوصه حق دعن ابو خمسه هاي خوصه دعان ابو سبعه كيف دعان ابو سته وخمسه بو إيه. دعن ابو اي دعان ابو سته ابو ابو اربعه اصغر ابو خمسه اكبر ابو سته اكبر هي أبو أبو عرض يكون عرض عرض زياده هي العرض زياده العرض زياده هي. الطول ممكن يكون نفس الشيء لكن العرض بيكون زياده هي. يعني عريش بالمتر مثلا مثل ما الحين نحن ناخذ المتر يعني نحن بنقول ابو ابو سته يمكن ثلاثة امتار يعني عشرة فوت هم. اللي هو ابو سته هم. اما اللي هو أربعة أو خمسة يجي من مترين الى متر ونص هذا يغطونه فوق يسوونه سبله يحطون تحت المد اللي هاي عقب ما تي بس اذا انا عندي انخلة يابسه وهذا عندي انخلة يابسه الانخلة هاي يوم يعقونها يدعونها يسوونها مد تستوي الى أربعة او اثنين المد يكون طوله ما يقارب الى حوالي 20 فوت تقريبا 20 فوت يعني مثل ما تقول 6 امتار يحطونه على فوق السقف يحطونه رايلة منه ورايلة منه وحطوا هذا اليدع وحطوا فوق الدعان يدع منه ويدع منه وأربع روايل تحته وحطوا الدعان حم. ودور داير حطوا أربع دعون ومن اللي كان يسوي العرشان قبل بو, بو علي؟ في ناس في في اساتيد في عندنا ناس عندهم خبره في هاي العريش بعد في نوعين مو باي واحد يعني ممكن انه يسوي عريش؟ لا عريش عادي ممكن اي واحد لكن انزل. عريش البرستي لا هي. في عريش برستي برستي ايه هي. هي شو هذا برستي هذا عريش غليظ العريش العادي الدعن هذا اي واحد بيسوي هذا نجد... اي واحد يسوي البرستي شو شو فيه يعني البرستي شو... هو منخوص لكنه غليظ وقوي زياده يعني الدعن العريش انا عادي ادخل يدي هذاك ما تدخل يديك ما ترمي تدخل وشو تحطون فوقه يحط هذا الاستاذ يحط له دبل مثلا يريد دبل هي. بدل يريد وحده يريدتين بدل خوصه دبل هي حط خوصة خوصتين يستوي متين البراستي يكون غليظ انزين ما تدش يعني ايدين لكن الدعن عادي يدخل يديك من الدعن تدخل مثلا سكين يدخل داس يدخل لكن هذاك لا ما يدش منه غليظ حتى لو هي برد مثلا بعد يغطي. ومنو اللي يسوي البرستي ومنو اللي يسوي العادي؟ يعني متى تستخدمون البرستي العريش البرستي ومتى تستخدمون العادي؟ هو نفس الشيء حق القيض بس البرستي يستخدمونه حق العريش ويستخدمونه حق الشيرين بعد. الشيرين هذا حق الشتاء. يعني اللي عنده شيرين هاك الايام الراهي راهي إيه واللي عنده عريش والله هنّه هم فالعريش هذا حق القيض اي واحد بي حتى ياري وانا بتعاون انا نحن ثلاث اربع بيوت بنتعاون اليوم بنسوي بيتك وبكره بيت فلان وبكره بيت فلان وتخلصون بنفس اليوم؟ ايه نخلص حفر روايل اربع روايل وفوق مد تركب كان مد وبالنسبه للمخازن مخازن يعني الحين في ساس مثل ما لا المخازن يطول لا لا المخازن ياخذ له شهر شهرين ما ما يخلص يمكن بعد اكثر ياخذ لان مشكله نقل الطين من مكان لمكان يعني مثلاً طين البحر تجيبونه ولا لا لا ما من البحر الطحين الطين جاب منه من المطينه انزين المطينه هنا وين الحين جامعه الشارجه في جامعه الشارجه هي. منطقه المفرق اي آه هنا يجيبونه الطين منه يجيبونه هنا ما عندش مثلا صوب مط... البحيره ممكن ها آه؟ صوب البحيره ممكن لا لا منه قريب بعيد قريب عليهم من هناك بعيد عليهم لا قريب هنا وين المقبره اللي هنا. ورا الجامعه هذه ورا هنا الجمعيه في منطقه بعد فيها طين يسوون منه يعني قريب ما ما يروم يصير لان مكان البحيره لا هنا المطينه بس وله ناس متخصصين في عمل مثل هذا ايه هي لا في ناس خاصين ما كل واحد يسوي هذا في اساتيد يصنع مخزن تتفق وياه تتقاطع وياه كم بيسوي كم ربيه يعني هاك الايام كم خمس عشر ربيات ما ما ياخذ زياده على شو على الغرفه مثلا ولا المخزن 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 مخزن, مخزن, مخزن اي مخزن عاد كم بياخذ فيه الله يعلم شهر شهرين انزين والساس كيف يكون؟ ساس عادي يحطون له حصى حصى دبل حصى حصاتين حصى حصاتين حصى حصاتين مو ساير وصب عليه طين وعقب ما يحط يصب يجي بس خليه يجي بس يوم يومين عقب اشتغل عليه بنا مشى ما يحطه كله مع بعض كمل يوم لف لفه خلاه يجي بس بكره لفه خلاه يجي بس ما يحطه كل يوم واحد هو طي يطيح إنزين والسقف شو كنتوا تحطون يعني وقت المطر ما كان يخر مثلا السقف لا ولا؟ ما يخر ما يخر يحطون مم. هم الطربال اظني كنتوا تحطون صح ولا؟ لا لا الطربال يحطونه حق الشرين انزين هذا الطربال عقب يا قبل ما كان في طربال قبل يحطون سمه فوق يا السمه سمه السمه اللي هي العاديه تبع الاصفافه هذه صح؟ اي هي من السفافة هاي يا تكون مم. سمه مال خوص يا تكون سمه مال غضف وسمه الغضف اقوى الغضف هاي يجيبونه من برا عماشي عندنا نحن من برا يجيبونه فبتكون سمه الغضف اقوى فيحطون الشرين بيكون جده بيحطوا له منه ومنه مدات اللي هو المده او السمه نحن نسميها حيسميها مده حيسميها سمه يحطونها فوق يربطون لما يطيح المطر يكون في انسياب يزلق يطيح تحت المخزن نفس الشيء متى السنه خر السنه الثانيه سووا له ترتيب ثاني حطوا له مدر زياده ونكسوه زياده انا روحي شفت المخازن فوق ناقض عليهم الحشيش العشب نعم. لأن الماء ما تسرب من هذه الماء نعم. ما يسرب و يشبعان وبعدين المطر كان زيادة هاك الأيام المطر كانت يعني ما يوم يلتم أسبوع شهر المطر فتكون المخازن مسوي حشيش فوق مم. نبات نابت عليها انزين هذا البيت من شو يتكون؟ يعني من مطبخ، شو كان المطبخ قبل؟ الغرف قبل ابو علي، الصاله قبل، انت مثل ما ذكرت بعد يعني هنالك في مكان مثلا للشاي والقهوه، يعني الصارود موجود، غيرها من الامور موجوده، خلنا شوي نتكلم عن مرافق هذه البيوت. هذا المخزن احنا نقول المخزن، نبدا بالمخزن. أنزين. المخزن هذا فيه قطيعه يسمونها قطيعه. كيف هذه القطيعه؟ يقطعون منه مساحه تقريبا متر هم؟ الى متر ونص على عرضه يحطوا هذا يسوونه يم يحطونه حق الهندوي يسوون هندوي اللي هو صريدان هي. و... للشاي والقهوه الصريدان صح؟ هي 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 لا حتى ايام الشتاء يطبخون فيه يطبخون فيه ايام الشتاء وين بيصيرون يطبخون؟ الصريدان هو نفس اللي الحين اللي من النحاس ولا كان قبل غير الصريدان؟ لا هي هذه الدوه نحن نسميها صريدان دوه دو من دو معدن هي من معدن هي. من معدن هي. لكن قبل لا ما شيء من هذه المعدن قبل ما الفخار من 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 نفس التنور ولا غير عن التنور؟ لا غير عن التنور هذه من الجحف عشان ما تحترق عقب يتنا هاي الدوا اللي هو صريدان يحطون في اليمر لكن هم يسوون القهوه قبل الشاهي ما كان شاهي قهوه ويسوون يعني الشتاء يطيح المطر وين بيصيرون داخل يطبخون في المخزن ويرقدون في المخزن ودبسهم وتمرهم وطحينهم وعيشهم في المخزن, المخزن كله المخزن ما يطلع برا. لو تم المطر مطر يطيح أسبوع وشغلة داخل. وغرفهم كيف كانت؟ هي هاي الغرفة ما شيء غير. ما في غرفة. لا ما شيء هذا هذا هو المخزن هو ما شيء غيره إذا عنده هناك ترين سبير حق ضيف حق الناس اللي بيونا خطار ولا بيحد ولا حد عنده عيال مثلًا بيرقدون فيه ترين بيسوي ترين ومخزن هذا يعني اللي راي عنده ترين ومخزن مم إيه. والطابوق متى دخل عليكم؟ الطابوق والله جانا يعني في الستينات. في الستينات ايه في الستينات يعني الطابور والكهرباء ظني نص السبعينات والكهرباء تقريبا بدايه على 72 73 لا 74 75 جميل إيه؟ يعطيك العافيه ابو استمتعت جدا معك في يعني في الحقيقه يعني ما ودي والله ان انهي هذه الفقره لأن بالفعل معلومات راس. تراثيه جميله ودائما حتى الوالد سرور يكون مهتم في التراث ودائما يشارك في ايام الشركه التراثيه ودائما يعطي المعلومه التراثيه لجميع الفئات العمريه يعطيكم العافيه وكل الشكر لك الله نحن ضعيف نخدم الوطن باي وسيله بأي طريقه ومثل ما يبونا فيكم الخير والبركه وانا اشكركم واشكر الطاقم واشكر السيد حاكم البلاد على اتاحه الفرصه للقريه التراثيه صحيح يعطيك العافيه